طبعا صباح الخير عليكم. بالاول اصطبحوا بوجهي احسن ما تصطبحون بهالوجه الناس السلبيه هذه اولا. ثانيا لو تموتون شعري ما غيره. عمي الالمان كاتلين حالهم علي، انتو شنو انتو يا طقع طيه يا خرده؟ اولا لانه في شباب هوايه يموتون علي لما يجون الناس يقولون نموت عليش لما تبهدليهم. اني بضاعة ما اتكرر، يعني ما تقدرون علي. اعطيكم اياها بالصميم. يقولون انه انتي رفعتي راسنا والعراق، رفعتي راس الوطن العربي. انتبهوا، مو حتى تقولون على شنو، على دا ترقص بالشارع، لا لا. اعطيكم اياها هيج، لان اني اشتغل مرة عمري 53 سنة، اتعب ودق واشتغل والناس تحبني ومكانتي محفوظة. انتو شنو شعدكم انتو؟ ايش دا تسوون؟ تعرفون اني مدى اسوي لكم اعتبار على مود انو انتقدكم؟ لا، اني دا بهدلكم حتى تشوفون هاي الناس اللي دا تشوفكم بعد بالزايد تبهدلكم، حتى يعرفون كل الزين أنا إيش دا أقول، أنتوا شنو مواقفكم. فالناس هسه اللي دا تحبني دا تجي تزورني على المطعم وتاكل، أنتوا وين تروح تشوفكم؟ والمشاهير وهاي وينكم قاعدين على التواصل؟ شعدكم حتى أنا دا تروح تشوفكم؟ ولا هذول النقاد كل واحد اللي قاعد لي على هالرازونة، طبعا بالعراق يعرفون الرازونة يعني هيجي زاوية فقيرة، والفقر مو عيب. أنا بضاعة ما تكرر، بضاعة مالتي تمسحة، يعني ما راح تقدرون علي. مثل ما قالت تحية كبيرة لرابعة الزياد، مش فارقة معايا حدا ومني سألانة على حدا وداعة شعري. طبعا أني يعني الحمد لله محلي عم يشتغل، والحمد لله طبعا أنا أكيد معروفة صار لي 34 سنة، والناس هسه دا تجي يعني زيادة الخير خيرين، هذا كله خير من الله، لأنه نيتي صافية. أنتوا نيتكم شنو إذا حصلتوا بهالتيك توك 10-20 أورو 30 أورو ترقضون، وهالمراهنات وهالتحديات وهالكلاوات؟ مالت عليكم. هاي بعد ثالثا. رابعا طبعا اني يعني حكون الاولى، لانه لا هذا الاخ اللي يروحون عليه لتركيا، قلبي 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 انت روحي روحي روحي، لا ما عنده غير هالش اسمه ودي يرقص بهالاغنية، ولا الثاني ابو بطن دي يحرك بطنه. وهاي اني هاي محتواي احلى محتوى، احلى محتوى، واثقة من نفسي، واني رح اخرب الدنيا. اكسبلوري مو طيارة، صاروخ رح يصير كيفي، عاجبني. اللي يقول بكرة مشاهداتي تقل، لا ما رح تقل، عارفة نفسي اني، وحتى لو تقل ولا يهمني. اني عمي الله الله فتح لي هالباب، حتجون انتو تسكروا لي؟ لا. يومكم سعيد للي احبكم، ودير بالكم. تعرفون اني ليش ازعل منكم؟ لانه عم تسوون لايكات لهذول الحثالة، صدقوني كل ما ايشي كلهم يندثرون ينتهون والله العظيم. وانتبهوا فولو مالتي حقيقيين، واني بلا لايفات، ها لا اسوي لايفات، ايش راح اسوي بيكم؟ حلعب جوله. احبكم هوايه، ان شاء الله الله يعطيكم الصحه والعافيه للناس الزينه والناس اللي تحبني. اليوم عندي هوايه شغل، راح اروح هسه اتسوق اجيب هوايه مشروب للمحل، لانه اليوم عندي حجز وباكر، والحمد لله الله موفقني بخيركم، طبعا اكيد من الله هذا كله.